اسعارنا مناسبه وكويسه، ولكن في ضعف في الاقبال نتيجه العالم عم تجي طيب البضاعه وعم تدوق وعم تعجبها، ولكن الكميه قليله، كميه الشراء قليله. كنا السنه الماضيه الناس تطلب يعني كميات، كل واحد ياخذ طلبه، السنه لا، عم يجي، عرفان شلون زبون المحل عم يجي ومبسوط وكل شيء، ولكن في ضعف في الماده. ليش عم بيسالونا؟ لك يا اخي خذ، اهلا وسهلا يا اخي، والله الاحوال ضيقه، اهلا وسهلا فيكم، ميت سلامه، وهذا اللي عندنا نحن. راح برا. بالنسبه هالسنه يعني والله اعلم نسبه السيوله بايد العالم قليله جدا، يعني العالم هلا ملتهيه بتامين لقمه العيش، يعني ما بتلتفت لا للالبسه ولا للاحذيه ولا لل حلويات ولا لأي هيك، ملتية هلا العالم تأمين لقمة عيشة. ناحية المادية للزبائن واللي عم يبيع ما في حركة طويل، لأن اللي عم يجوا ما في معهم مصرات، لو في مصرات كانوا اشتروا. أنا لي 4 أيام ما بعت جوز الجرابات. أول شيء كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميع إن شاء الله. والله الإقبال ضعيف، بس لابد من إنه يعني بصير الحمد لله رب العالمين، في اليوم تحرك شوي الشغل أحسن من الأيام السابقة، بس إذا مقارنة بالأعياد القديمة لا ضعيف والله. إقبال شيء بسيط كثير، مو إنه قبل الأسواق كانت يعني أشغل بكثير من هلا، مثل هالأيام بتلاقي مثل هالوقت يعني في بركه، ما حدا يحسن يبرك، ما حدا يوقف، ما حدا، والحمد لله على كل حال. يعني هلا في شغل الحمد لله، بس انه مو مثل قبل. ضعيف جدا يعني للاسف الشديد، يعني بكل صراحه بكل صدق وبكل واقعيه، احوال الماديه للناس تعبانه كثير، يعني مو بس شوي. سبحان الله كل يوم بنشوف انه اليوم اللي بيجي يعني أسوأ من اللي قبله. والله هلا كل عيد اللي عم يروح ما عم يرجع مثله، عرفت شلون؟ والله غلا فاحش للأسف، والله يكون في عون العباد يا رب.